ومشاهدينا المزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا الاستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي ومدير تحرير مجله اكتوبر. استاذ عاطف، يعني بدايه بعد التحيه، هناك مساعي مصريه امريكيه قطريه للتوصل الى اتفاق، وكانت اخر ما تم الاعلان عنه من هذه المباحثات انهم في صدد البحث عن اليات للتنفيذ. يعني هل اطلعتنا عن اخر ما استجد من هذه المباحثات؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. بالفعل مصر بتقود الوساطه او بتبذل مجهودات كبيره جدا في الوساطه للوصول الى حل لهذه الحرب، وقف اطلاق النار الدائم والهدنه الدائمه وتبادل الأسرى، وصولا الى المرحله التاليه الا وهي يعني الاوضاع او ترتيب الاوضاع في غزه. واتصور ان مصر لديها هدف اكبر من هذا او ما بعد هذا، يعني في انها سوف تدعو الى مؤتمر كبير للسلام وتدعو الى او تضغط في سبيل حل الدولتين. انا اتصور ان ما يعني هي المساله مش مساله اليات، هي مساله ان اسرائيل ما زالت او نتنياهو تحديدا ما زال لديه طلبات يعني هي اللي بتعرقل او بتعطل هذه المفاوضات او الوصول الى حل بشانها. يعني اخر تصريحات نتنياهو او احدث هذه التصريحات كان خلال اجتماع لحكومته اليوم الاحد، ان اسرائيل هي ليست في موقف تقديم تنازلات، بل هي منخرطه في مفاوضات بوصفها بانها معقده من اجل استعاده المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس في قطاع غزه. نتنياهو لديه تصورات في ذهنه مش عايز يتكلى عنها. هو حتى يعني عايز لو وصل الى وقف اطلاق النار هو عايز يتحكم بحركه الفلسطينيين في غزه ونزحهم من يعني السيطره على حركتهم في غزه، عشان على او حسب تصوره او قوله يعني ان ما يتسربش من بين المدنيين عناصر لحماس، يعني عناصر جهاديه لحماس. وبالتالي هذا يعني امر برضو امور اخرى تتعلق بممر فيلادلفيا وغيره مثل هذه الامور. نتنياهو لا يريد ان يعني يقدم تنازلات بشانها او يتزحزح عن موقف معين. هو متصور ان هو هيسترد الاسرى وهيواصل في نفس الوقت عمليات السيطره على القطاع وتمهيدا او يعني مواصله للقضاء على او محاربه حماس الى ان يقضي عليها حسب تصوره هو. يعني هذه هي الامور التي تؤدي الى عرقله الوصول الى مخرجات بشان الحل هو الوصول الى تسويه. يعني استاذ عاطف، يعني بعض المحللين يرون ان هذه هي مفاوضات الفرصه الاخيره، وفي حال ما اذا تقامت ايران او تحرك حزب الله او ايران برد قوي على اسرائيل بعد التهديدات المتواصله على مدار الايام الماضيه، ستكون ايضا هي نهايه لهذه المفاوضات او فرصه الحد من نشوب صراع شامل في المنطقه. يعني كيف ترى هذه الامور؟ يعني انا لابد ان نفصل هنا ما بين يعني الصراع الاسرائيلي مع ايران. هو احنا كلنا كل العالم كله منتظر رد فعل ايران بشانه، ايران تحديدا مش حزب الله، ومساله غزه او مساله الحرب في غزه برضو ده مسار ثاني. انا اتصور ان ده مسار مختلف عن ده. ايران لسه لغايه دلوقتي يعني احنا مش عارفين ايه بالظبط اللي ممكن يعني تعمله خلال الانتظار بعد هذا الانتظار الطويل. يعني لكن انا عايز اقول لحضرتك ان هناك في متغير في المساله، الا وهو امريكا نفسها مش عايزه ان في حرب اقليميه في المنطقه، بتحاول تمنع هذا بشتى الطرق بشكل حقيقي، حرب كبيره. يعني أنتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي هيوصل النهارده مساء اليوم، هيوصل اسرائيل او يعني في اطار طبعا الجهود اللي هي في هذا الاطار، يعني انه يمنع الحرب وانه حاول برضه يدفع في مساله التوصل الى وقف الاطلاق النار في غزه، وقف دائم لاطلاق النار في غزه.
طبعا هذه الجهود بتصب طبعا بجوار او مع في جهود الوساطه القطريه المصريه القطريه. يعني استاذ عاطف، الا تفسد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمتواصله على قطاع غزه؟ يعني انذارات متواصله للمواطنين بالنزوح وقصف وغارات، ايضا علاوه على الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفه، وايضا الغارات التي تجوب الضفه الغربيه، الا توقف او تعيق كل هذه التصرفات والجرائم عملية المفاوضات وسيرها في المسار الصحيح حتى الوصول إلى وقف لهذه الحرب؟ يعني خلينا نقول هذه جرائم يعني والله يعني العالم كله يعني مش لاقي حل للمسألة. يعني هي إسرائيل بتضرب بكل القرارات وكل الوساطات وكل يعني بكل الجهود الدبلوماسيه الدوليه، الامم المتحده، مصر بتتوجه للامم المتحده وبتحاول يعني تبذل كافه الجهود الدبلوماسيه بهذا الشان عشان توقف آلة الحرب الجهنميه الاسرائيليه. لكن نتنياهو في زيارته الاخيره لامريكا، خلينا برضو نتوقف شويه، وانا قلت ما تم الاعلان عنه هو واجهه تم تصديرها للعالم او العالم الخارجي، لكن ما تم الاتفاق عليه من وراء الستار او في الكواليس ما بينه وبين الاداره الامريكيه امور مختلفه، ممكن تكون مختلفه كثيرا يعني عما تم الاعلان عنه. انا اتصور ان نتنياهو نجح في انه يستقطب دوائر الضغط في امريكا بقدر الامكان، وتضغط على الاداره الامريكيه وعلى راسها الرئيس بايدن يعني انها تسيب اسرائيل تكمل اللي هي بتعمله. يمكن كان هناك بعض التصريحات اللي بتقول ان احنا هنسيب اسرائيل تصل الى الانتصار الكامل. الانتصار الكامل ده من وجهه نظرهم اللي هو ايه بقى، مش عارفينه، اللي هو يعني هيقضي على حماس. طب ما هو واضح جدا انه مش هيوصل لهذه النتيجه على الاطلاق يعني. حتى لو يعني قدر يسيطر بشكل او باخر على العناصر الموجوده في غزه، حماس موجوده حواليه في دول مجاوره وموجوده في الضفه الغربيه وموجوده وهتبقى موجوده. يعني انا قصدي فكره المقاومه لن تنتهي، وحماس نفسها لن تنتهي بهذه السهوله يعني، او بهذا الاسرائيلي يعني مصر نتنياهو انه يصدر هذا للداخل الاسرائيلي ان هو قادر على القضاء على حماس. خلينا نقول ان الجهود الدوليه يمكن الاقل بدت شويه على المستوى الدولي، احنا محتاجين نسخن شويه على المستوى الدولي تاني الامور وبالذات في الاعلام، ويعني نحاول نعيد برضو مره اخرى او نذكر العالم ان هناك يعني فعلا في غزه ما زالت الامور متدهوره بشكل كبير جدا على كارثه انسانيه. احنا عمالين نقول بنحذر من كارثه انسانيه، الكارثه الانسانيه وقعت بالفعل، وقعت بالفعل. يعني ما حدث هو اكثر من كارثه انسانيه، هو يعني كارثه يعني اباده جماعيه حقيقيه بتتحقق على الارض يعني. فهو اكثر من اللي مش هيموت من المدافع ومن الرصاص الاسرائيلي، هيموت من المرض، هيموت من الجوع، هيموت من العطش، هيموت من الاوبئه. فخلينا نقول ان احنا القضيه يعني احنا مصر بتبذل جهود، بس احنا محتاجين برضو الاشقاء العرب وجامعه الدول العربيه، ومحتاجين كل المؤسسات اللي ممكن يعني تعمل في هذا الاطار انها تضغط وتبسط الضغط. احنا اسلحتنا هي هذه هي الاسلحه التي نملكها، وعلينا ان نفعلها باقصى طاقه ممكن. استاذ عاطف، ايضا يعني عذرا للاطاله، يعني البعض من المحللين يرون ان الولايات المتحده الامريكيه تسعى بوقف هذه الحرب فقط لعبور مازق الانتخابات الامريكيه القادمه، وبعد ذلك هناك استراتيجيه مسبقه موضوعه للمنطقه ومساله تقسيم غزه، وهو ايضا ما يطالب به رئيس الوزراء الحكومه المتطرفه الاسرائيليه. يعني هل تتفق مع هذا الراي ام ماذا؟ أنا بقول من زمان جدا إن هناك استراتيجيات ثابتة في العلاقة ما بين أمريكا وبين إسرائيل، وفي اتفاق على يعني خطوط عريضة كده. يعني هي القصة إن إسرائيل مؤمنة
على مستويات عديدة جدا، او اليمين، اسف، امريكا على مستوى اليمين السياسي واليمين الديني مؤمنين بشوية اساطير كده تتعلق بالدولة اليهودية، ومؤمنين ان يعني من حق اسرائيل ان تكون هذه الدولة الدولة الدينية على الأراضي المحتلة، وعلى يعني خلينا نقول إن في استراتيجيات في هذا الشأن. لكن الوقت الحالي أنا شايف إن يعني أنا من وجهة نظري أن ما يعني أمريكا بالأساس هو أنها يتم تحرير الأسرى الإسرائيليين اللي موجودين لدى الحماس والفصائل المقاومة اللي موجودة كانت موجودة يعني معها. أنا أتصور إن هو هذا هو الهدف الأول لي أمريكا في هذا الضغط. يأتي بعد هذا بقى أي أهداف ثانية مش مشكلة، يعني مش دي المشكلة الأساسية بالنسبة له. وأعتقد برضو أن هذا الوتر هو اللي ضرب عليه نتنياهو عندما في زيارته لأمريكا وفي كلمته في الكونجرس وفي كل اللقاءات اللي أجراها يعني هناك في أمريكا مع المسؤولين. هذا هو الوتر الحساس جدا اللي ضغط عليه بشكل كبير وعرف يقنعهم بيه وعرف يتاجر بهذا الامر بشكل كبير جدا. الاستراتيجيات ثابته، احنا بقى علينا ان احنا نحلحل هذه الاستراتيجيات. اخشى ما اخشى استاذي العزيز ان يصل شخص مثل ترامب، وترامب مقامر كبير جدا، وترامب بيعرف يشتغل على المواطن الضعف لدى الخصوم وبيضغط بشكل كبير جدا. ترامب هيعيد المساندة يعني قضية الشرق الأوسط كانت بعد الصراع مثلا مع الصين ومع منطقة أوراسيا، الصراعات الموجودة في منطقة أوراسيا. لكن ترامب هيعيد تاني الضغط في اتجاه انه يوصل اسرائيل للهدف المنشود. نعم. فده احنا عايزين من دلوقتي بقى احنا كمان استراتيجيه، ماذا لو وصل ترامب الى الحكم؟ ماذا نعم. لو استمر الديمقراطيون هم اللي بيحكموا؟ علينا ان احنا يبقى لنا خطه، ما نشتغلش بمنطق سياسي او منطق اليوم يوم بيوم يعني. نعم. لا، احنا لازم لدينا تحسبات ولدينا خطه. انا بقول احنا على اساس احنا العرب واحنا الجامعه العربيه واحنا مصر كمان، مصر اعتقد انها بتفكر في هذا، لكن خلينا نقول ان يبقى في اتفاق عربي يعني، يبقى في اتفاق بين العرب. نعم. في اطار جامعه الدول العربيه. انا شايف ان جامعه الدول العربيه دورها برضو خاسس يعني، مش عارف الاسباب ليه. طبعا احنا دايما بنقول الاسباب التكوين الشغل او طريقه الشغل بتاع الجامعه العربيه والقانون والبروتوكول بتاعها والكلام اللي بنقوله كتير ده، لكن نعم، هي كل المنظمات، مجلس الامن ليس له فاعليه، يعني الامم المتحده ليست لها فاعليه، محاكم الدوليه يعني. استاذ عاطف، هو عذرا يعني وقت المداخله انت، ولكن في النهايه كما اوضحتم هو بالتاكيد لابد من وجود استراتيجيه عربيه تواجه اي مستجدات على الساحه. انا عموما بشكر حضرتك، شكر جزيل استاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي ومدير تحرير مجله اكتوبر، كنت معنا مباشره على شاشه قناه النيل للاخبار.